مقطع جديد وحلقة جديدة من لعبة روبلوكس. واليوم يا جماعة راح يكون عندنا في المقطع الرهيب والأسطوري هذا راح يكون عندنا إن شاء الله الهروب من مدينة الكاوبوي. فقبل ما تطلعوا لا تنسوا لايكاتكم ودعمكم، يلا كل واحد غزر لايك، كل يوم مشترك معنا اشترك معنا في القناة كي عشان تستمتع معنا بالمقاطع اللي نقدمها. فاللي أيضا اللي حابب بس الملابس نفسها هذه البيضة يا جماعة، الرابط موجود تحت في الوصف أو الديسكربشن. يلا يا إخوان خلينا نبتدي مع بعض. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يلا إذا خلينا نروح لأول ليفل موجود عندنا. أول ليفل عندنا أنا قاعد أشوف صخور، قاعد أنا ما أدري الصخور هاي قاعد تجي من وين صراحة. يا عمي يا عمي تعال هني، وقف ورا الصخرة هذه وخلونا يا جماعة نمشي للصخرة اللي بعدها. أمورنا ماشية لحد الحين، لازم نحاول ننتبه. أوكي أوكي أموري تمام أموري تمام أموري تمام. هذه ممكن تذبحنا، ما ذبحتنا لحد الحين، مركزين إحنا ماشيين. أوكي 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 قدرت توصل الحمد لله للتشيك بوينت وعدينا أول ليفل موجود عندنا. فإحنا حاليا وصلنا للليفل الثاني. ليش طيحوني ليش يا إخوان طيحوني؟ ما أعرف ليش. وين؟ لا لا يا مت، ترجع تحت كامل. ليش حرام يا إخوان؟ إذا مت أعيد من البداية. الصخرة هاي تموتنا ترى، لازم ننتبه منها. كانت جايتني الصخرة، كانت جايتني. واو واو لفيت في آخر لحظة، أخيرا نرجع هني وناخذ هذه. يلا يلا يلا، مو قادر اخذ التشيك بوينت يا جماعه. لحد الحين انا ليفل 1. يلا عاد تبعد عنها، ما اقدر اخذ الليفل 2 للاسف الشديد. مو قادر اخذ ليفل 2، اخيرا صرت ليفل 2 اخيرا. لازم نطول واجد عشان نعديها. اوكي الظاهر ان فعليا الماب صعب يا جماعه. الظاهر هني، تعال هني، تعال هني. يلا روحوا 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 روحوا، نعدي بس المنطقة هذه. خلونا نعدي بس المنطقة هذه يا جماعة. تشيك بوينت تشيك بوينت تشيك بوينت تشيك بوينت تشيك بوينت تشيك بوينت تشيك بوينت. يطول يطول يا اخوان. اوكي انا حالي ليفل 3 اخيرا، يطول ويصير ندفع بعض. فهذه مشكلة. اوكي يطول ويصير ندفع بعض، هذه كارثة بالنسبة للماب نفسه. يلا ليفل 4 اخيرا. اول شيء يسار، بعد اليسار نروح نص، وبعد النص طبعا يسار، وبعدها يسار بعد. وهذا احنا يا جماعة كملنا الى ليفل 5. يطول 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 الى حد الحين على ليفل 4. اخيرا صرت ليفل 5، فلازم ياخذ شوية وقت بين كل شخص وش كل شخص يسوي تشيك بوينت او يروح على تشيك بوينت بلا صح. فلازم ننتظر شوي. يلا روح. ايوه المشكلة الوحيدة بس الماب انه يصير ندفع بعض، هذه كارثه شوي. هذا الشيء قاعد يصعب علينا اصلا الماب نفسه. والماب بشكل طبيعي اتوقع انه ممكن يكون جدا ممتع. ناخذ تشيك بوينت، انا جاي لحالي. ايوه ايوه او ماي جاد او ماي جاد. نايس يلا دوري ليفل 7. اوكي الحمد لله. توني توني لا تنط، توني لا تنط. اوكي نايس. ايوه اخيرا الحمد لله. وهذا ليفل 8. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده. او ماي جاد طحت، او ماي جاد طحت طحت. هذا صعب. جهني. اوه هذا صعب، هذا الليفل صعب. نط سيد، نط اللي بعده اللي بعده. يا ساتر الصعوبة، يا ساتر الصلاة. ليش طيحني ليش طيحني حرام. او ماي جاد قاعد يطيح لحاله، قاعد يطيح لحاله. ليفل صعب. اوكي اوكي حلو حلو، تعالي بهالطريقة. لا يا اخي وقف مكانك وقف مكانك. او ماي جاد حرفيا الليفل الليفل صعب. جالس يطيح لحاله ماي نوت، جالس يطيح لحاله. هذا الليفل جدا جدا صعب. يا ساتر علقت فيه والله والله علقت. تمام ممكن تركب فوق.
او ماي جاد، ما ينط على قدام، ما ينط على قدام ولا ينط على جنب. كيف عادي اذا ما ينط لا قدام ولا ينط على جنب؟ شيء غريب. او ماي جاد، لا لا لا، روح 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 عمر، روح 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 روح. دقيقه، انا ما ادري هو معدي ولا لا. اخيرا اخيرا يا اخوان، ليفل 9، اخذت ليفل 9. اي هذا ليفل 9. الحين بس نعدي فوق العربات، فقط فوق العربات. هني سهل، هني سهل. هناك كان ان الماب ما قاعد يمشينا، فشي طبيعي ان احنا راح نموت في مكان الماب ما يبي نعديه. اوكي، اللي بعده في صخره ليفل 10. ها شنو بالضبط؟ في زر هني ما ادري شنو سالفته. انتظر شوي بعد، انتظر. اوه لفت علينا. او ماي جاد، انتظر شوي. صخر قاعد ترسم من هني. تمام، عديت. بس خلاص، اذا كملنا يا جماعه الليفل هذا. ماب صعب. وين تحت؟ اوكي، المفروض انه يكون سهل يعني. المنطق يقول ان هني المنطقة سهلة جدا. فبنمشي ونشوف مع بعض وش راح يصير معانا في المنطقة اللي المفروض انا اشوفها سهلة. ايزي. يلا. بوينت رقم 12. كمل طريقنا. اوو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 و
يمكن الكاوبوي يعني يحبون يستخدمونهم. فلهذا نلاقيهم طبعا موجودين بشكل كبير. يا ساتر لمتى؟ لمتى؟ لازم يكون يعني التشيك بوينت مو لدرجة بعيد يا اخوان. اي تي ان تي وات؟ ليش مت؟ ليش مت؟ ما فهمت. اوكي اوكي قنابل، انا ما بنفجر المفروض. حلو الحين الحين. او ماي جاد كثير كثير. لا هني مبالغة شوي، هني مبالغة شوي احس، هني بيني وبينكم مبالغة، ان ما له داعي ان احنا نعيد كلها هالكثر. يعني ليش يكون فيها الكثرة؟ اماكن المفروض ما يكون فيها الكثر. اوه تختفي تختفي الذهبة. الحمد لله نكمل. وات انا وين؟ وش ده؟ كملنا. شكلنا كملنا يا جماعة. أعتقد والله أعلم إن كملنا الليفل. يب أعتقد يا إخواننا إحنا كملنا بشكل كامل. بس هذا كل شيء يا حبايبي. وات؟ لأن النهاية. أوكي النهاية معانا مسدس. أوكي فإذا يا حبايبي هذا مقطع بشكل كامل. أتمنى عجبكم المقطع، كلكم ضغطوا زر لايك واشتركوا في القناة إذا كنتوا مشتركين، ونشوفكم على خير إن شاء الله في مقاطع أخرى من اللعبة هذه وألعاب ثانية. وصل بعد عمر وريان، يلا سلام. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.